قلت له يا خويا ديروا له ماشي خدمه فيني خدمه وراه تقارو مساكن ما خدامين ما والو العيالات خدامين وهذا يتزوجوا او كاين لي زواج لا والو العرب العرب نقول لك ديتي هي جات معاك بغاتك بغيتيها عنقا هادشي اللي كاين واش هادشي دخنت عليك بالله كاين في الاسلام ديال الله ها عمرو كاين واش غتشردين وليدات زواج ديال كونطرا ديال عامين يعني اصلا ما عندوش يعني هذا زواج بدون نيه الاستمرار ياك وهادشي خصو يمشي يديروا في لوطيلات بوناس تاردس مساء الخير وجوه الخير تنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير كنا سمعنا على واحد الخبر اللي خرج ونضى ضجة كبيرة واش بالصح ولا ماشي بالصح واش الناس عيتقبلوه ولا لا الموضوع هو الكونترا ديال الزواج لا تكون عامين واش بالصح ولا لا واش الناس مع ولا ضد هادشي اللي غنعرفوه اليوم في الشارع ديال قنيطرة يلاه معايا السلام عليكم سمعتوا اخر الاخبار اللي دابا تطروج على الزواج نتوما مع ولا ضد كونطرا تاع عامين واش هادشي دخنت عليك بالله كاين في الاسلام ديال الله ها عمرو كاين واش غتشردين وليدات غتشردين وليدات ياك من الكونطرا دا اللي ولدات معاه اربعه ولا جوج سير ولكن راه عندك عامين يعني تولي جوج تولي اربعه فضل العظيم الا تزاد ديك العامين زادوا جوج ديال الدراري جوج ديال الدراري شنو غيديروا ديك الدراري غتشردوا خاصهم يعاودوا يجدوا الكونطرا يجدوا الكونطرا ما عمر الراجل يجد الكونطرا شكون اللي مزوجه فيه انا ضد هذه الفكره واحد انا هذه مزوجه انا ضد هذه الفكره شحال دابا انت مزوجه انا دابا راه 20 عام تبارك الله وصنعنا يعني نهار سمعتي هذا الخبر انت دابا تزوجتي وقلتي 20 عام يعني تتشوفي وليداتك وبنيتك ديالك هذا الخبر غزايدات تعصبت صراحه هادشي ما عندناش حنا في الاسلام ما عندناش في الدين ديالنا الا جاتي واحد عند بنتك و ما نعطيش بنتي انا ضد هذه الفكره خليها بنت ما تزوجش انت يا ولا جاك شي واحد شنو تقولي الكونترا دا كونترا ما يحلم به كاع بلا كونترا دا ولا بالكونترا ناقص ناقص سمعتي بالإشاعة بطبيعة الحال ديال الزواج ديال عامين سمعت اختي بالإشاعة ديال الكونترا ديال الزواج ديال عامين وحنا متفقينش معاهم في هاد الإشاعة زعما لا انك تزوج بنت عامين وصافي سالات الكونترا عجبكم الحال بغيتو تجدوها ما عجبكمش الحال ما تجدوها بالنسبة لي انا نصطم نقدر نديرها تعجبك؟ نتزوج بها نضرب معها ديك العامين بغاتني نبقى معها عجبتني انايا ونفرض عليها الشخصية ديالي وعجبها الحال تقدر تبقى معايا وعجبني الحال في ذاك الموقع اللي احنا عايشين فيه نكملوا فيه يعني انت مع ما عجبناش نقول لها بنت الناس سيري الله يسالك ندبر على راسي وتش تدبري على راسي وإلا جا شي واحد عند اختك وتا هو كونترا تاع عامين لا جا شي واحد عند الخوادرية انا ما عنديش عند الخوادريه ديالك شنو غتقول لي انت خايل بنت خالتك بنت تعمتك شي حاجه بحال هكا نقولوا الله يسهل عليك حتى هو جرب نقولوا الله يسهل عليك بصحتك نقول لك ديتي هي جات معاك بغاتك بغيتيها عنقا هادشي اللي كاين وديديكاس احسن ولاد جرده وبنك الشعبي باب فاس وقرص ما كايناش في الدين ما كاين في الدين ديالنا ما كاينش ما كاينش في الدين مع ولا ضد الكونترا زوجت الكونترا زوجت الكونترا زواج بالكونترا ديال عامين لا ما يمكنش في الدين ديالنا كما قالت لك المراه ديال الدين ديال المسلمين ما خصوش يكون بحال هكا يعني انت مزيانه انت ما مزياناش لك انك تزوج عامين وتعاود تبدل عامين ما مزياناش لك هي مزيانه ليا هي مزيانه لك ولكن الوليدات العيال زادوا وي هادشي اللي كاين عندي ثلاث بنيات انا دابا الله يخليك الله يخليك الله يسهل وي ما مزياش واحد الناحيه حتى بنت الناس ولا هذه كتولي شويه الستريكس ديالها شويه ناقص فهمتي لا تزوج شي واحد المده ديال عامين وطلقتيها وتزوجتي انت وحده اخرى وصلك ديك بنت الناس اللي تزوجتي بها ديك العامين راه تولي واحد العيشه مدمره تزوج زعما راه عارف انا راه مزوج دابا انا عندي في الزواج 14 سنه راه مزوج انا قديم الله وسمعني صغير عندي ثلاث البنات فهمتي ها هو الزواج ما انا نوي بيني وبين مرتي انا هاد الساعه ما ناويش زعما بحال هكا طلقوا ولا شي حاجه صافي اللي عنده الكاريط من قديم شحال هذه مزوجه لا انتم دستو اولي بحال الكريمات هادو هادشي الاوروبا وقت ما بغيتش ولكن وقت ما بغيت لا ولكن نتوما ولكن نتوما راه دستو زعما ولكن اي عرفت ولكن حنا كنفكروا هاد الجيل اللي دابا يعني هاد الجيل توا راه ما تبغيش تشوف بنت خالتها دايره هكاك ولا ولدها داير مع بنت الناس هكاك واخا كنقولوا عندك ولدك اسمعيني واخا يكون كاع عندك ولدك وغنجيب لك انا مراه ونقول لك امي هذه راه مراه
ندوز بها واحد العامين واحد شي وكنتي غتولف فيها داك العام. صح بصح بصح شي كلمه وتشوفي ليا في الكاميرا لهاد الوليدات هادو اللي شحال من واحد عجبو الحال بانه قال لك نبدل انا عامين ما عنديش مشكل. انا ضد هاد الفكره وكان نقدم هاد المنبر من قلبي كنقول الله سبحانه وتعالى يحيدوا هاد الفكره هذه لان عندهم غيكونوا وليداتهم غيكونوا بزاف د الحاجات. انا ضد هاد الفكره هذه. وانت هي اللي باقا مادة يدك الحنة شي كاني باش شنو توجهي ليه شنو تقولي ليه الا كانت عامين بلا ما تجي بلا ما تجي خليني صايم خليني صايم لا خليها وجا هذا كتبيت واخا كاع هذا واخا كاع ما صايمه واخا كاع وعندي ولادي يجي بلا ما يجي شتي ياك واخا يكونوا كاع الدراري ويكون هذاك سميتو بلا ما يجي. شكرا. السلعه زولي بحال السلعه بحال كوتروبوند. كلشي سمع الاشاعات ديال الكونطرا ديال الزواج ديال عامين، شنو الفكره ديالك واش انت مع ولا ضد؟ اول حاجه انا بعدا ما سمعتهاش وانما نعطي الراي ديالي. اول حاجه فهذه دوله اسلاميه وخصنا نتبعوا ما قال الله وقال الرسول فهمتي؟ يعني اسمح لي ما كاين لا في شريعه ولا في ديانه. لا ما كاين لا في شريعه لا في ديانه. الزواج بالكونترا ما كاين لا في شريعه لا في ديانه. الزواج سنه في هذه الحياه. خاص تكون عنده وثيقه تتسمى وثيقه عدليه اللي هو عقد الزواج. وهذا هو الراي. واش في رايك جا عندك شي واحد عند الاخت ديالك وقال لك بغيت نتزوج بالاخت ديالك ولكن كونترا ديال عامين؟ نجري عليه. بدون نقاش. لا نجري عليه. اش نقول لك كيف ما قلت لك قبل حنايا في دوله اسلاميه وخا يحاربوا الاسلام بشتى انواع الطرق راه معي لان الله سبحانه وتعالى مشات لي الايه ديال يعني هذه فتنه بغيتي تقول فتنه فتنه في المجتمعات الاسلاميه تيحاربوا الاسلام كيف ما قلت لك بشتى انواع الطرق والاسلام ما عمرو تيتحارب وان شاء الله يكون عن النصر ان شاء الله هذا الاسلام ضروري ان شاء الله يتنصر وكيف ما قلت لك هذه دوله اسلاميه. شكرا شكرا شكرا. بيني وبينك دابا انت راجل ما كون ما تجوزتيش ما كانتش تعجبك الفكره؟ لا ما تعجبنيش الفكره حتى عندك واحد النظريه عندك واحد خلاصه كتلقى شي بصديقه كدوز معها واحد المده ملي كتفارق معها كتولي واحد كونطاج شويه فهمتي ومنهم عاد تيتفارق كتمرض كتولي التفكير كتولي تفكر فيها كتقول كيفاش دوز مع واحد النار واحد الحياه واحد هذه بزاف يعني صعيب باش تقول لي هذه الفكره ديال تتزوج وتلقى وحنا مسلمين يعني باقي المغاربه فيهم الدين الاسلامي باقي المغاربه ما يقبلوش على هذا الشيء واحد النحيه قدر احنا واحد الساعه دابا انا ما نصليش وكان يهديني لله ارجع للصلاه وارجع للذاكره ديالي ديال المسلمين فهمتي علاش تربينا جدودنا اللي رباونا ومواتنا كل شيء الذاكره الاولى اللي رجعوا لنا هي اللي كنلقاو فيها راحه البال اما دابا على هاد الزوجي دابا بهاد القضيه ديال هذا غتولي فيها عنف غتولي فيها قتيله غتولي فيها غدر غتولي فيها بزاف المشاكل من ناحيه ديال الشيطان غتولي قول لي تما انا ضد هاد الزواج انا خشي ضد هاد الزواج ديال المغاربه اللي كيقولوا وضد هاد المسؤولين ديال المغاربه اللي قالوا ها هما خصهم شويه يتقلوا على حنا ولادنا ولا بناتنا ولا كل شيء حنا بغينا تبقى غادا السلسله اللي كانوا غادي مع جدودنا. شكرا ونتمنوا الخير. شكرا. اش نقول لك بالنسبه لي انا يعني قبل ما نناقش وجهه النظر ديالي خصني نناقشوا بعدا اول حاجه شكون هما هاد الناس اللي تيروجوا هاد الشيء هذا وشكون هاد الناس اللي ناويين يعني على حساب ما يروج غادي هما اللي غادي يعملوا هاد المسطره هذه يعني شكون هما هاد الناس واش الا داروش انت مع ولا ضد؟ الا داروش انا معاهم ولا ضد بطبيعه الحال المساله هذه غير مقبوله. شنو تيتسمى هاد الزواج؟ هو الزواج كيفاش كونترات عامين؟ شوف نظريك تيتسمى غريبه هاد القضيه ديال الكونترا. شوف هنا كما الا مشينا لواحد المساله هنا الطابع ديال النيه الحقيقيه ديال الزواج غادا تغيب لان الانسان ملي تيتزوج تيتوكل على الله سبحانه وتعالى وتيتزوج تتكون عنده النيه وبالتالي النيه ما تتكونش عنده يعني مستقبل استمرار ديال خاص تكون عنده نيه استمرار طبيعي الحال ديال راه من الشروط الاساسيه في قلبك الا بغيتي تتزوج يعني يكون ميسر. اما بالنسبه لهذ القضيه ديال الزواج ديال الكونترا ديال عامين يعني اصلا ما عندوش يعني هذا زواج بدون نيه الاستمرار ياك وهذا الشيء خصو يمشي يديروا في لوطيلات هما دابا غير داكشي اللي تيوقع في لي زوطيل ياك شركات كبار الناس المسؤولين كبار اللي ماشي مسؤولين ولا المهم الناس اللي تستثمروا في هذا الشيء ديال السياحه فهمتي
ربما هما بغاو يقنوا بطريقه شرعيه ولا بشي امور ما نعرف كيفاش دايره باش دونك انت من هنا تتقول لنا انت ضد هذه الفكره. هذه تنظر شوفي كاع المغاربه اللي حرار المغاربه ديال الصح يزيدوا من عامين يديروا واحد ربع سنين ولا خمس سنين. شوفي ما هذه القضيه ما تقدرش تزيدها ما مرتبطاش بزمن محدد نتي هذاك الشيء مرتبط ديال الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان تكون عندك النيه الزواج فيه النيه. رسالتك من هنا واش نقول لك الرساله بالنسبه لينا بالنسبه ليا في هذا الموضوع ديال القضيه ديال هذا ارشيميديتيروج صراحه المسؤولين هادو هما اللي هما منتخبون بطبيعه الحال هما اللي تيروجوا هذا الشيء. هذا هما نتاج ديال من ديال الشعب. هذا النهار اللي تتبغي انت المواطن النهار اللي كانوا تيخرجوا انتخابات 200 درهم 300 درهم واحد مسكين ما قاريش تيعطيو الحق بانه يمشي يصوت راه اصلا التصويت كيفاش واحد غادي راه نتاج ديال المجتمع. نقطه رجع السطر انت اختي هادشي اللي كاين بطبيعه الحال هاد الناس دابا اللي طلعوا يديروا اللي بغاو لان علاش السلطه القانون تيعطيهم الحق انهم يشرعوا اللي بغاو وبالتالي اش نقول لك المستقبل ما عارفينش كيفاش غادي يكون ونتمنى من الله انه يكون على خير هادشي اللي كاين. شكرا شنو ممكن نقول تحيات. شكرا. سمعتي بالاشاعه اللي مداوله ديال الكونترا ديال الزواج ديال عامين انت مع ولا ضد؟ هادشي بحال اللي في هادشي بحال اللي اوروبا تقولي هنا كونترا عامين تجيب مرا تزوج بها عامين بحال اللي راك في اوروبا احسن. دابا انت واش مع ولا ضد؟ لا ما معاش. ماشي مزيانه لك انك عامين وتبدل؟ لا ماشي مزيان اش تبدل لو بغيتي شي وحده راه خصك تبغيها ديما. دونك انت في هاد بقيتينا نايضة تحملي نايضة شي بقيتي بحكم انك انت شباب يعني وما عجبتكش الفكرة شنو توجه للدراري؟ الدراري اخو يديروا ماشي خدمة فين يخدموا راه تقعروا مساكين ما خدامين ما والو العيالات خدامين وغادي يتزوجوا او كاين اللي زواج لا والو العرب العرب كاين لا كونترا عامين ولا ديال ست والو لا والو اللي لقى فين يهرب يهرب اخوتي البلاد غادي العيالات. شكرا اختي وسمحي لي شكرا اخويا. كما شفتوا معنا اليوم الموضوع كان غير اشاعه وسولنا المغاربه عليه والاغلبيه كان ضد هذه الفكره. غنضرب لكم موعد جديد في حلقه جديده. انا ونبيل اديوس.